معروف الاستاذ ايهاب الخطيب. اهلا استاذ ايهاب، عندك جديد النهارده؟ مساء الخير. مساء الخير يا استاذ معتز، اهلا بحضرتك واهلا بكل مشاهدينك الكرام. اهلا وسهلا. يمكن في بعض التطورات داخل نادي الزمالك، يمكن حاليا تم التجديد والابقاء على مستر ايناسيو ان هو يكون متواجد وموجود في الفتره المقبله مع نادي الزمالك. البعض تصور ان الهزيمه امام الاهلي تصيح بايناسيو المدير الفني البرتغالي، ولكن حتى الان هو موجود. اعتقد كمان البطوله العربيه اللي هتبدا بعد ايام، من الصعب انك تجيب يعني مدرب في الوقت ده وبتدي تكمل الفرصه لايناسيو رغم اخطائه الكبيره. ومتفق مع 90% من الكلام اللي قاله كابتن رضا عبد العال. طيب في مشاكل كتيره جدا في نادي الزمالك، ولكن يعني الناس كلها محمله اللعيبه اكتر من طاقتها ومحمله اللعيبه بزياده، لكن في اسباب لازم 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 النقاد والرياضيين يتكلموا فيها. يعني اسلوب اداره الفريق لازم يبقى ادارته تابعه للجهاز الفني اللي بيقوده، يبقى هو المسؤول عن كل حاجه. ما ينفعش النهارده لعيبتك يحصل فيها بعض المشاكل، يعني مثلا انسحاب في مباراه في الدوري، واصعب حاجه على اللعيب انك تخليه ينسحب من المباراه، يتكسر زي الجندي كده اللي بتاخد سلاحه في المعركه وتخليه ينسحب، وبالتالي دي بتاثر على اللعيبه بشكل كبير جدا. طبعا بتتكلم عليها بشكل نفسي خالص، دي نقطه مهمه جدا جدا ونقطه خطيره جدا. محدش يتكلم على ان لعيبه نادي الزمالك اللي قبل ماتش القمه ب 48 ساعه كانت موجوده يمكن في بيت رئيس النادي في احد في الساحل الشمالي الساعه 1:30 بالليل، اجتماع غير رياضي بالمره، انما اللعيبه سهرانه لغايه التوقيت ده، واللعيبه دي المفروض الساعه 10 بالليل تبقى موجوده في غرفها نايمه. بس الماتش قبلها بيوم عامل حادثه الساعه 4 الفجر. يعني طب استاذ ايهاب الخطيب، تعالى بس نسال سؤال مهم. اتفضل. هو حضرتك بتعتبر لقاء القمه امبارح والنتيجه 2-0 لصالح الاهلي، يعني عايز اقول انه ماتش اتلعب حلو من الطرفين والاهلي جانبه التوفيق وقدر ان هو يخرج بالثلاث نقاط وبالنتيجه 2-0، ولا بتعتبر انه يعني كان في طرف قوي اللي هو الاهلي وطرف ضعيف ما اداش كويس نتيجه الظروف دي؟ هل احنا شفنا يعني اداء واستمتعنا بفنون كره القدم والزمالك عمل اللي عليه، ولا المعادله من وجهه نظرك ما كانتش كده؟ طبعا هو يمكن النشطاء على الفيسبوك امبارح قالوا الاهلي بيلاعب نفسه، لكن احنا بلغه النقاد نقول الزمالك غاب ما جاش الملعب، خاصه في الشوط الاول لم يظهر الزمالك الا في كورتين، وخاصه بدايه الظهور في الدقيقه 84 وهي المباراه تنتهي تماما. ويمكن الزمالك كان محظوظ، ومكسب الزمالك الوحيد امبارح هو في حارس مرماه الناشئ بصراحه، كان اداؤه رائع بصراحه، مكسب رائع وخد المسؤوليه كده تحملها. لا حاجه كده تفرحنا وتقول ان لسه في لعيبه تقدر تثبت نفسها. صح. في مباراه، وده ما عادش موجود في الفتره اللي فاتت، وده يخلي كل المدربين تقدر تدفع لجيل الشباب في الفتره الجايه وتدي فرص، رغم ان بتشوف معظم الانديه الكبيره زي الزمالك بيعتمدوا على اللعيبه الجاهزه، لكن الزمالك ما ظهرش خالص باي شكل فني امبارح. كان بيلعب مدافع. طب بالنسبه للوائح كره القدم في مثل هذه الحالات، الاداره بتعمل ايه؟ بتجمد المستحقات الماليه؟ يعني بيبقى العقوبه بيبقى شكلها ايه؟ مسموح لها طبعا، مسموح لها بحاجات كثيره جدا، بتشوف المقصرين تعاقبهم، ولكن انا عايز اقول بس ان كل الناس جايه على فرقه نادي الزمالك بزياده على لعيبه، اللعيبه دي عاله، اللعيبه دي ضعيفه، اللعيبه دي تحت ضغط رهيب جدا، اللعيبه دي كل ماتش عارفه ان ممكن يكون المدير الفني اللي معاها ده ممكن ما يكونش معاها تاني. اللعيبه دي اتغير عليها اربع مدربين خلال الموسم. حضرتك يا استاذ معتز، يمكن اخر نظريه في كره القدم في انجلترا بتقول ان تغيير اكثر من ثلاث مدربين على فرقه في موسم بيعرض اللعيبه دي لحاجتين، للرباط الصليبي وبيعرضها لبعض المشاكل النفسيه، ومفيش فرقه بيتغير عليها لعيبه وتجيب بطوله. اذا كان حصل قبل كده مع الزمالك فدي مصادفه، مش ده المنظور القروي او الفني. وبالتالي يجب اولا الاستقرار الاداري، لازم يبقى في جهاز يديله فرصته بالكامل طبعا، يقعد مع الفرقه، ولازم يبقى في تدخل بشكل معين من الادارات في الانديه، وتبقى الاجهزه الفنيه هي المنوطه والمسؤوله عن فريقها، وبالتالي اللعيبه نفسها تبقى في نوع من الحمايه للعيبه عشان تأدي، ما يبقاش كل لعيب عارف انه ممكن يتطرد في ثانيه او يتخسر له في ثانيه. النهارده بنقول الشناوي هرب، النهارده هو لسه من ساعات طلع تصريحات لرئيس النادي
بيقول ان الشناوي خلاص مشكلته اتحلت ومفيش مشاكل ومش هيمشي، فانت امام يعني حقائق دايما مغلوطه مش عارف فين الحق وفين الغلط. طب هو لعيب متمارس، طب التقرير الطبي بيقول ان هو مصاب، طب ايه اللي بيحصل؟ يعني في شويه حاجات في الزمالك محتاجه يعني محتاجه تستقر المنظومه، محتاجه وضوح واستقرار. تمام.